السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من عمارات حي النصر مدينة تمارة، ناس ديال دوار صحراوة. سابقا كما كتشوفوا معنا غادي نهبطوا معكم مباشرة الجوطية اللي كانت كتعمر وسط الشارع، وغادي نشوفوا الأمور كيفاش دايرة. فكنشوفوا أن الشارع خاوي، الناس ملتزمة بالأمور ديالها بعد عملية تحرير الملك العمومي الأخيرة. فكنشوفوا الناس ما بقاش كتحط وسط الطريق، وهذه نقطة إيجابية. والنقطة اللي كنبغيو نشيروا لها هو الناس توكل على الله وتلتزم بالبلايص ديالها في السوق النموذجي، باش هكذا الأمور تكون مزيان إن شاء الله، واللي غيرزقنا في الشارع هنا غيرزقنا داخل السوق، والأمور غادي تكون مزيانة، لأن الناس غتقلب على الخضرة، غتقلب على الرخاء، والثمن زوين غتجي عندكم للسوق ديالكم. هذا هو اللي كاين. يعني كانت هاد النقطة هادي، وكانت هاد النقطة هادي من أصعب النقاط اللي ما تقدرش تدوز منهم بالسيارة ديالك، خصوصا مع الكروسة والفراشة بحال الشكل ديال شارع الأدارسة. ربما شارع الأدارسة كان مبلوكي بزاف، وهنا حتى حنا كانت الشوطية كنا كنشوفو التدخلات ديال الأخت القائدة السعدية اللي كانت على الملحقة الإدارية الخامسة، حاليا هي في الملحقة الإدارية الثانية. يعني وقعوا تغييرات، الحمد لله كنشوفوا في هذه المرحلة كاين تغييرات مهمة فيما يتعلق بالعملية ديال تحرير الملك العمومي. كنشوفوا شوارع اللي هي ممكن تمشي فيها بأريحية. حنا كنهضروا على عملية تحرير الملك العمومي والتغييرات اللي كاينة، كنتمناو من الله في ظل التغييرات هادو، في ظل التغييرات يتفتحوا بعض الطرقان هنا في حي النصر اللي غيخليو واحد الحركة تغير وسط حي النصر، وغنشوفو مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية، سواء السكينة سواء المارة سواء أصحاب المحلات. هنايا كنهضرو على الطريق اللي كتجيب من حدا الجامع والمقاطعة والسبيطار في اتجاه دار الشباب أو منصة الشباب اللي كتخرجنا هنا حدا هاد الأرض اللي خاوية هنايا، هذا مدرسة النصر التعليم الأولي. كنشوفو الطريق عندنا هنايا، ولكن الطريق مقطوعة واحد 300 متر تقريبا، اللي غادا تخرج لينا في هاد البلاصة بالضبط، وغتعطينا الطريق ميسرة من منصة الشباب، من السوق اللي كاين هنايا، من الديور ديال هاد الناس هادو اللي معزولين في هاد الاتجاه اللي كيبغيو يخرجوا يقضيو المصالح ديالهم مباشرة في اتجاه المسجد. فالناس كتضطر تستعمل هاد البيست هادي اللي تقريبا فيها واحد 300 متر، اللي جات وسط واحد الارض اللي مهجوره لسنوات. فكنتمنوا من الله ظل هاد الحملات اللي كنشوفوا التغييرات، نشوفوا كذلك الطرقان كيتحلوا، اللي غيعطيو مجموعه من الامور اللي هي ايجابيه. انا الطريق اللي كتهبط مباشره للشارع الحسن الثاني، والطريق اللي خلينا في الخلف ديالنا هي اللي كتدي جهة سوق الأربع. البلاصة اللي باقي فيها هاد الوردة هادي، هاد الصفرة اللي كيكون فيها العسل، اللي فايت كل العسل ديال هاد الوردة الصفرة هادي، يخلي لنا تعليق هاد الفيديو هذا. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. سبحان الله، هذا مشات مع البركة، مشات مع البركة هاد الوردة هادي اللي فيها الصفر، حنا كنحيدو منو العسل. باش نقول لكم الله يدير لي فيها الخير يا ربي للجميع. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد. كنتمناو من الله الطريق تحل في اتجاه الله صح.